ليش جبتنا لهون؟ رح نعيش سوا هون. برأيي إنه مخك خربط بين العقاب والمكافأة يا أستاذ فرهاد. هون مكافأة بالنسبة لإلي بدال ما نعيش ببيتك اللي مثل جهنم. أنت لسه ما بتعرفي شو اللي رح يصير جوا. اسمعيني منيح، أحياناً الصمت بيسبب الطرش أكتر من الصراخ العالي، وبيتحول اللي مفكرتي نجاتك لمصيبة. وهلأ اطلعي، بواب جهنم كلها مفتوحة مشان تستقبل جنابك. ومنزلي. شو مشان المشفى؟ فيني روح على الشغل كمان؟ لساتني ما حاسبتك على الشيء اللي قلتيه للصحفيين. شو فيها؟ إذا كان هالبيت عقاب فالمشفى كمان لازم يكون عقاب، وبعدين أنا اللي قلت لك نضل مع عيلتك. أنا بشوف رح يلبق لك دور ست البيت. ليكي ستي أنا جاي أقعد جنبك، معليش؟ تعالي يلا. لا يا أوزقي، كل شخص رح يقعد بمكانه. شو بدك فيها؟ تركيها على راحتها. يلا تعالي. لا تعطيها وش، صارت كبيرة وبتقدر تاكل لحالها. الله وحده بيعلم ليش بدها تقعد جنبك. يا الله شو هاد، خلص تركيها على راحتها للبنت. لا تضايقي لنا اياها للحلوه، قومي اقعدي عند ستك حبيبتي. تعالي. تعرفي اساسا امك كانت لساتها بحجم المعلقه وقت كانت تغار مني وما تتركني تهنى بشي، وهلا اجى الدور عليكي. اخي. شو اخي؟ صحيح حكي؟ خليها تروح، هي حفيده عيلتنا الوحيده، اذا ما دللناها لها مين رح ندلل معها؟ هيك اميرتي فيها تعمل شو ما بدها. وإن شاء الله أول حفيد لعائلتنا الصبي رح يكون من فرهاد إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم ولادي. شوفي قدي حماتك بتحبك يا عروستنا، شوفي إجيتوا بوقت الأكل. هوليا جيبي صحنين بسرعة، يلا تفضلوا تفضلوا قعدوا. خير يا ابني، شو اللي خلاكم تجوا لهون؟ هي ملت بالبيت وأنا ما هان علي، قام جبتها لهون. عادي رح نعيش بهذا البيت. يا ويلي شو عملت بحالك يا ابن خالتي؟ حرقت مرتك بإيدك والله. تعرف لو حطيتها بمي مغلية أحسن من هالجي لهون وهي بهالحالة. خلصنا عابدين، معقول أنت؟ في أحلى من هالبشارة بالنسبة لإلي؟ ابني وكنتي سوا وكمان ببيتنا وجنب غرفتي كمان. يا ريتكن شبعتوا من بعض أول شي يا ابني، ما هيك؟ ماني جوعان شكرا. بنتي بسرعة غيري الشراشة فوق وهوي الغرفة وشوفي إذا في نواقص بالغرفة، رح أجي وأتفقدن. يلا جونيت تعال معي شوي. ابني ما رح تاكل أنت؟ صحتين. عن إذنكن عبدين قوم أنت كمان، على الأغلب رح يحكوا بالشغل. يلا تحرك. ما نادى لي أمي شبك؟ يلا قوم. قوم يا ابن اختي قوم، وإلا أختي رح تاكلك بدل هالأكل. يلا قوم ونفود بجلدها. أصلي بنتي ما رح مرق لك ياها هالمرة بكلمة مو جوعانة. اجيتي عبيتنا وقعدتي على سفرتنا، قولي بسم الله يلا كلي لقمة صغيرة من أكلنا حبيبتي.